رئيسنا جمع بناء التواصل ما بين الجمعيات والجامعات المنضوية خصوصا مركز الجامعات الملكية لكرة القدم ورق الحرب القتالي. هناك نقاشات كثيرة جدا بما يخص الجمعيات، لهم مخصصات كثيرة جدا، وهذا يختص لنقاش للجمعيات وجمع عام للجمعيات خاصة باش ما تكثرش، وكذلك الجمعيات وكذلك المجتمع المدني. وما ينقص في هذا الجمع العام هو انك تتكلموا على جميع المخصصات ديال السيد الطيبي. السيد الطيبي اولا قبل كل شيء خصنا توعيه الساكنه، توعيه الساكنه بما يخص النظافه. الساكنه ديال السيد الطيبي النظافه زيرو، باش نوجدوا هذه القضيه للجماعة ويكون تسهيل الامور للولوج لاي مشروع رياضي او ثقافي او اي كان، تكون عندنا القضيه في المستوى. لكن التوعيه الساكنه خصنا نجندو كاملين، الا كنا في مصلحه البلاد والعباد والتعاون مع الجمعيات والنهوض بهذه الجمعيه، رسمنا النظر خصت القضيه تكون نقيه. وكنطلبوا مساعده السيد الرئيس على ان هذه الاسباب اللي ظهرت في السيد الطيبي فريده من نوعها، فريده من نوعها. هناك فص الساكنه كاين القصب، كاين بزاف ديال الحوايج. انا كنعاني من عدد ديال المشاكل هنا في هذا الشارع هذا بالضبط، ولكن الاسباب يعني مشتته القصب الله يعني على جماعه سميتو فص الساكنه الى جاب الله غير وحده وحده صفيق العالم كامل، لا الرئيس ولا القائد ولا جميع سميتو غادي يصفيقوا. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يتحب لنا هادشي، يعني باش ما نكثرش عليكم، كنتمنى الله سبحانه وتعالى يكون واحد الجمع خاص بالنسبه للجمع بالنسبه للجمعيات. كاين بزاف ديال التجارب، كاين بزاف ديال النقاشات، هناك ترونسبور، هناك يعني ملاعب رياضيه، هناك بزاف ديال الحوايج. يعني خمسه ديال الملاعب يعني كافيه بان كل حيط يكون عنده ملعب. بالنسبه للجمعيات الرياضيه انهم مشاو داروا واحد الدوري داروا في سيدي بوغابه، يعني مشاو الجمعيات كينقيو الشجار وكينقيو سميتو باش يلعبوا. وحنا عندنا تقريبا عندنا قاعه هذه، عندنا هذا الملعب هذا اللي هو هنا نستغلوا حتى الجمعيات الرياضيه. علاش نسدوه؟ جميع الانشطه اليوم الحد نستعملوه، الحد نستعملوه، اي جمعيه عندها حق. يعني علاش سميتو مسدود؟ بغيت غير نعرف علاش مسدود؟ جمعيات عندهم نشاطات رياضات كرة القدم فنون الحرب يتستعمل لاي جمعيه، علاش هو مسدود حالا؟ والجمعيات كتكرفص يعني في التنقل وكذا. التنقل ما غنهضروش عليها، في التنقل ديجا راه صعيب. نعم يعني يعني نبداو نتكلموا على التنقل وعلى كذا، هذا باختصاص الاجتماع الجمع العام اللي كيخص بالجمعيات. هنا كاين نقاشات كبيره وكاين بزاف وما يمكنليش نقول عليكم. والانديه الرياضيه ديال الجمعيات ديال السيد الطيبي راه كيعانيو بزاف من عدد ديال المشاكل، ولكن اللي كنأكد عليه الله يخليكم، اللي كنأكد عليه هو التوعيه الساكنه بالنظافه باش تكون الارضيه نقيه باش الجماعات السائح ليها تنزل المشاريع ديالها في جميع المحلات اللي كيبان ليها مناسب ليها واللي كيبان ليها مناسب للجمعيات والمجتمع المدني. يعني التوعيه ديال الساكنه باش يمكننا نوجدوا لهاد الناس هادو كما يخدموا. ماذا الله سبحانه وتعالى اعطانا هذا السيد هذا اللي هو جا واحد العقليه تبارك الله ما شاء الله عليه، كنتمنى الله سبحانه وتعالى يكون عند حسن الظن ديالنا ونكونوا عند حسن الظن ديالو. وشكرا للجميع. الاعضاء والعنوان المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات، تحياتي لكم جميعا، ويحصل لنا الشرف ولاول مره ان نمثل بين السيد الرئيس للجماعه كاس الدبي وبين اعضائه يعني هذا المجلس الجديد، ولاول مره كيكون هذا التواصل والربط ما بين الجماعه والجمعيات والمجتمع المدني. وهذه انطلاقه للتقدم والازدهار لهذا الوطن، لان لا يمكن بتاتا لاي مشروع او اي دوله او اي منطقه ان تتقدم وتساهم في ازدهار البلاد الا بالربط بين الجماعه والجمعيات والمجتمع المدني. اذا تحياتي لكم جميعا، وهذه بادره طيبه
وحنكة وسياسة مبرمة جميلة من طرف السيد الرئيس، ونشكره على هذه المبادرة الطيبة. إذن المشاكل المطروحة داخل المنطقة السياسية الطيبية ونحن عشناها لمدة 23 عام سنة، يعني سكنا في 2000، المشاكل بالجملة حديث ولا حرج، حديث ولا حرج. نطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذا المجلس باش يعالج قدر المستطاع، لأن ما يمكنش يعالج هذا التكاثر والكم الهائل ديال المشاكل المطروحة، كل واحد على حدة، ما فيه رياضي وما فيه سياسي وما على كل حال. إذا المطلوب من السيد الرئيس والإخوان الجمعويين، وأؤكد هذا على أن الجمعويين عليهم أن يطالبوا والمجتمع المدني كذلك بالسيد الرئيس بأن يكون معهم دائما على اتصال وتواصل للمزيد بهذه المنطقة إلى الأمام والتقدم في ازدهار هذه الدولة. إذا نشوف على المشكل وتروح عندي أنا داخل المنطقة دي بلد نصر الشرقية، السوق كان عبارة عن مزبلة وملجأ للحيوانات من ذلك 23. أول مرة غادي يتنقى بطريقة يعني جميلة جدا، يعني من الجدر ديالها حتى الزبلة ملي كانت طرقت في حيدة وأنا واقف على هذه الأمور، يعني كنا كنجدوا الجثث ديال الحيوانات يعني واحد المدة طويلة ما شفتش. على كل حال هذا الموضوع واحد متسامنا مع هذا الموضوع، الله يجزيكم بخير السيد الرئيس. هناك ذاك الملف ديال العمال ديال النظافة كنشكروهم وكنحيوهم لأن خصهم التحية والتقدير، يقوموا بمجهود كبير. كاين الناس اللي خرجوا من العمل ديالهم، أرجوكم باش ترجعوا من العمل ديالهم الله يجزيكم بخير. إذا ثاني حاجة غنتقلوا بها هو الماء. الماء حنا عشنا 23 عام حنا في البلوزة، راه حنا عينا. بالنسبة للمنطقة ديال مصر الشرقية عندها إعادة الهيكلة وقد تمت إنجاز، يعني الماء حلو موجود، هذا بالاستشارة ديالي مع السيد المدير ديال الماء سي عبد الفتاح، وقال لي ودي الملف الآن بين يدي ديال الرئيس والعمران والسيد المدير باش يدخلوا لنا الماء الله يجازيكم به. ثاني حاجة بالنسبة للكهرباء، الكهرباء أنتم كتعرفوا شبكة يعني كل خطوط فيه ما يفوق على 17 دار، كل نهار كندابزو مع بعضنا البعض. علاش بزاف الناس اللي انا حاضر هنايا وجاو شي شباب قالوا لي ضروري خصك توصل الميساج ديالي، وانا ان شاء الله نوصل الميساج ديالي. بالنسبه اخ حافظ قال بلي خاصنا تيرانات خاصنا كذا، انا غادي ندوي في موضوع اخر اللي خاص هذا الشاب. هو راه كاين مراكز سي طيبي ولكن ما كيتشوفش الاستغلال ديالو. كاين المركز ديال دار المواطن، كاين المركز ديال مخيم ديال السيدة الطيبين، وكاين التيران اللي كاين في الطار، هادو ثلاثة علاش ما كاينش الاستغلال ديالهم؟ بعد ما الجمعية ديالنا سبق ليها وخدمات في المخيم وقامت بمجموعة ديال الإصلاحات ما شفنا حتى شي حاجة منها، يعني ما كاينش الاستغلال ديال هذا الشيء. هاد الوليدات هادو مثلا اللي غادي نديهم حنا في المجال الثقافي ولا الرياض غادي نديهم عند الناس، حنا بغيناهم يخدموا في هاد البلاصة هادي. بالنسبة لمركز دار المواطن هو اللي عندي فيه واحد المشكل كبير، معرفتش واش حنا كفاعلين جمعويين واش غير مؤثرين باش اننا حنا اللي نقرروا شكون غادي يخدم في هذاك دار المواطن، حيت ملي كنفعلوا لهم طالب وكنقول لهم بغينا نقدموا واحد النشاط ثقافي كيعطيونا الرفض. وناشدنا بزاف الناس، يعني المجلس السابق ناشدنا السلطه المحليه ولكن ما لقينا حتى شي جواب، ما عرفناش مشينا شي السيد العامل وخبرناه بهادشي وما لقينا شي جواب صراحه. كنلقاو رفض ولكن ما كاينش السبب، يقول لا هادي يعني كيس الدرون وسمحوا لي على هاد المصطلح هذا. واش كيحزني في النفس ديالي علاش؟ حيت انا لو بغيت نخدم كفاعل جمعوي راه ما كنلقاش البيئه الملائمه، يعني انا وبزاف الناس واخا غنبغيو نتحركوا غادي نخدموا واحد المده قصيره وغادي نحبس. يعني كنتمنى من هاد المجلس اللي كاين هنايا ياخذ الكلام ديالي ويحاول يلقى لنا واحد الحلول، حيت صراحه انا بوحدي وبزاف الناس ما غاديش نقدروا نلقى الحلول. هادشي خصو تضافر الجهود، مكرهناش من المجلس تكون واحد اللجنة ديال الاتصال على هادشي وتقرب من الفاعل الجمعوي كثر تعرف شنو خاصو. كاين بزاف الحوايج اخرين معرفتش واش غادي يكفيني الوقت ولا باش نتحدث عليهم. تاني حاجة الآفة ديال المخدرات اللي كنتسنى شي عام واحد يهضر عليها، ولكن هاد الدوسي هذا منطامس بزاف هنا في السيدة الطيبي. إلا جيتي تشوف كل 10 دراري شباب كتلقى واحد ثلاثة أربعة مليون،
منهم داري صحابي اللي قراو معايا، منهم الناس اللي كنشوفهم في الحومه ديالي ضايعين. علاش؟ واش هاد الناس جاو خرجوا للدنيا خصنا نتقربوا منهم، خصنا مراكز باش نهتموا بهم باش نعرفوا شنو خاصهم. الدوسي اللي خصو يتفتح، وصراحه حتى هما الشباب اللي غادي يكونوا شباب الغد الا خليناهم هكا وسامحين فيهم بالمعنى هذا، راه شنو غادي يلقاو من بعد؟ لقاو شباب كيمشي كيلقاو عندهم كاين الملكين في الناس اللي طيبين، راك عارف شنو كيديروا، كيلقاو في مجالات. حتى انا مثلا كشاب درت مجموعه انشطه، كنخرج من سيد طيبي انفو، كنقول سيد طيبي كيشوف بي واحد النظره هكا، شنو هي زعما كاين سيد طيبي؟ حنا بغينا نزيدو هاد البلاصه، وهذا المعنى هذا هو السبب اللي خلاني ندخل مثلا العمل الجمعوي باش نحسنوا الصوره ديال الشباب. بما انني شاب انا اللي حاسس بالشباب، اي حاجه جات على رئيس المجلس مرحبا، حنا في الخدمه ديال الساكنه، في الخدمه ديال اي واحد محتاج. وشكركم بزاف، شكرا. رئيس صندوق اعضاء ممثلين المجتمع المدني، احنا على حسب ما توصلنا في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفاعله الجمعويه اللي ما حددتوش يعني بالضبط واش رؤساء الجمعيات او لا يعني المجتمع المدني بصفه عامه فاعل يعني سياسي جمعوي اي واحد في السوق يعني زي شو مزيان؟ اذا بالنسبه الفاعل الجمعوي يعني ما حددتوش واش رؤساء الجمعيات ولا اي واحد فاعل يعني كما كان النوع ديالو. باش نزيدو يعني القدام بسيدي الطيبين خصنا نكون شويه ديال الحقائق رغم ان الحقائق صعيبه، وهذا هو من خلال تدخل الرئيس في البدايه ديالو كان شي نقاط مزيانين نتمناو يبقى فيهم الى نهايه هذه الولايه. من بينهم انه خصنا نكون حقيقه رغم ان الحقيقه صعيبه. المشكل كاين رغم الاخوان يتقلقوا هذه الحقيقه، المشكل ان الجمعيات كلهم الا القليل، اغلبيه الجمعيات ما كاينش خدمتهم. الا قلبت على الجمعيات تلقى واحد ولا جوج اللي كيجري المكتب، اتحدى جمعيه واحده ولا جوج ثلاثه تقدر تجمع المكتب. مشكل في التأطير في التنظيم، ماشي في الجامعه ولا في السلطه ولا مشكل في المواطن. حنا سيدي الطيبي كيعرف واحد التزايد كبير ديال الساكنه يعني كيعرف واحد يعني التشنجات، كلشي كيقلب على راسو، كلشي كيقلب على المصلحه الخاصه. اغلبيه الجمعيات حنا من الناس اللي كنا جمعويين وتفتيران وماشي كنشكر راسي، الاخوان كيعرفوا اول واحد كيدخل فرقان عصبه الغرب اللي خدم مده خمس سنوات. المشكل اللي كاين في سيدي الطيبين الاخوان والاخوات اعاده والحوار مع الجمعيات فاعله ويعاودوا كيديروا كنظن الجمعيات كنعرفهم انا ما كنديروش ما كيعاودوش التنظيم. حنا دابا كنناقشوا ما بغيناش ندخلوا بشي حوايج. اما سيدي الطيبين راه ماشي بالساهل باش نزيدو بين القدام، راه خص واحد الاخر يتدخل ديال يعني التوعيه، خصنا نقول الحقيقه في كل شيء. وسيدي الطيب كله معاون هذه المشاريع وهذا البناء كل شيء على اعاده الهيكله. المشكل الكبير اللي هو بناء سيدي الطيب هي اعاده الهيكله. في اطار هذه اعاده الهيكله والتسريع ديالها غاديروا مؤسسه ثقافيه وديروا التيرانات وغاديروا كل شيء. المشكل هو انه واش حنا غننساو الماضي نعيدو داك الشيء التشنجات والطاعونات السياسيه. واغلب اعضاء السيد الرئيس اللي معاه كلهم كانوا رؤساء جمعيات وكيعرفوا المشاكل ديال العمل الجمعوي. اغلبيه الا ما نقول 50% ديال الناس في المجلس كلهم جمعويين، والا ما كانش امين البال الرئيس وهذا كيعرفوا المشاكل. المشاكل سي الطيب هو نصرعوا باعاده الهكره، نحطوا المشاريع اللي هي ثقافيه رياضيه يعني في جميع الميادين. يعني هذا الكلام هذا خاصنا نطبقوا، باش نطبقوه راه غيخدم عليه رئيس البعد ولا المجلس. يعني خاص يعني تشارك السلطه المحليه الاقليميه المتدخلين. يعني هذا اللقاء هذا بغينا شنو كنقول صراحه، انا شنو كنت باغي من اللقاء ومع احتراماتي دابا الاجتماع في المستوى باش التعارف هذا، رغم ان حنا كنتعرفوا انا ما دابا راه كلنا كنعرفوا شكون هو السيد الرئيس، شكون النايب ديالو، شكون هذا، غالبا ما شي عارف. دابا راه كنقول لك كلشي موجود في المواقع والواقع. يعني هنا شنو خصنا؟ خصنا نشوفوا الحلول اللي نوصلوا للمواطن، لان كلشي القهاوي كتهضر رئيس جديد وكتاب جديد، كل واحد شنو يقول شنو غنديروا شنو غنديروا. كنا زعما كنا غندوا معنا على الاقل شنو المدى القريب المدى المتوسط المدى البعيد، وحنا كنعرفوا الحقيقه ما يمكنش لنا هذا نعولوا على هذه الجمعيات ولا نعولوا هذا
لهادشي اللي واقع. من كيف جاء الأغلبية اللي ثانية من خلال الحوار هو أن كل واحد يقلب على جمعيته. لا، خصنا جينا هنا باش نوصلوا للمصلحة العامة، وفي إطار المصلحة العامة غتجي المصلحة الخاصة ديال الجمعية. إذا حنا خاصنا السيد الرئيس ممكن تعطينا شي رؤية ديالكم، لأن 15 سنة تقريبا أنتم ضروري ما تكونوا هضرتوا قبال، ضروري درتوا تحالف على أساس ماذا؟ على أساس أنكم خصنا نوصلوا شي حاجة في إطار إعادة الهيكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.